أنا سامعاه. مفيش صوت تحت. بس أنا سامع حسه في القهوة. ده طبيعي. للأسف ده بسبب الحادثة. بس إحنا ما فقدناش الأمل. مهما كان برضو اللي حصل مش هين. أبوكي تعيش أنتي. حتى القهوة اللي كان يملكها راحت. أنا ما كنتش مخططة لكده. ومن إمتى إحنا اللي بنخطط يا فريدة؟ أنتي كنتي عارفة من الأول إن التطبيق ده خطر. ومع ذلك أوحتي وكملتي. كنت عايزة أهرب. للأسف كل حاجة هربت منك يا فريدة. أنا عايزة أخرج من هنا. أنا عايزة أخرج من هنا. حاولي. حاولي يا فريدة. ايه اللي جابوا الراجل ده هنا؟ انت فوقتي. ايه اللي جابوا الراجل ده هنا؟ اسمعي يا بنت وطي صوتك. وطي ايه؟ ايه اللي دخل منير بيت ابويا؟ جاي ياخد بحسنا عشان لا انا غلابه قاعدين لوحدينا. ايه نقول له بلاش؟ من امتى؟ من ساعة ما ملكت القهوة. وبقى ليا نصيب في البيت. انت اللي دخلتي البيت؟ انا اللي دخلته. مش احسن منك ياللي دخلتي الحشاش قهوه ابوكي؟ وانا يعني كنت عايزه استاذنك ان الواد مهاب يرجع القهوه. هو استسمحني قدام الحاره كلها وعرف مقامه. اصل الواد مهاب ده هو الوحيد اللي عارف اصول الشغل. ويا ما قلتلك بلاش. دخلته علينا مش هتفيد، هتضر. واللي حصل فعلا زي ما انا قلت. ادي حول القهوه لتجاره الصنف. وعمل ايه؟ شلشلته الحمد لله وربنا نجانا منه وساب لنا القهوه على الحديده معدومه خالص. كنت عايزه انا اعمل ايه؟ تقومي تدخليه هنا. عايزاني اعمل ايه يا حبيبتي؟ انتي وما انتيش موجوده واختك قاعده معايا لوحدها. مش قادره انسى ان كل اللي حصل لي ده بسبب ان انا خايفه اكون زيك. ونجحتي.